ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل خبز الحليب، وهنستخدم تكنيك صيني اسمه تانجونج، وده عبارة عن عجينة من الدقيق المطبوخ في المية او اللبن، بتساعد على تحسين قوام الخبز وزيادة الوقت اللي بياخده ان هو يكون طري وهش. قد ايه طعمه حلو، طريقته سهلة جدا. امشوا معايا بترتيب الخطوات واحدة واحدة، ويلا نبتدي ونقول بسم الله. اولا المواد الجافة، عندي 2 إلا ربع دقيق متعدد الاستخدامات، 2 معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة خميرة فورية، معلقة صغيرة ملح، 2 معلقة كبيرة لبن بودرة، ده اختياري ممكن نستغنى عنه. هضيف كل المواد الجافة دي في طبق العجان وهقلبهم مع بعض وهخليه على جنب. تاني حاجة اكون محضرة 30 جرام زبدة ما يعادل 2 معلقة كبار، بيضة كبيرة، 1/2 كوباية لبن. دلوقتي بقى انا هاخد 2 معلقة كبيرة لبن من مقدار 1/2 كوباية، ومعلقة كبيرة من البيض علشان هدهن بيهم الخبز قبل ما يدخل الفرن. عشان زفارة البيض هنحط رشة قهوة، حاجة كده خفيفة جدا مش هتدي اي طعم، بس هتشيل شوية من ريحة البيض. لعجينة التانجونج عندي 2 كبار دقيق، 3 معالق كبار مية، 3 معالق كبار لبن، هضيفهم في حلة صغيرة وهدوب الدقيق قبل ما هحطه على النار. هنحطه على نار متوسطة مع التقليب المستمر لحد ما تتكون عجينة زي كده. المفروض ان احنا نسيبها لما تبرد تماما، بس احنا هنبردها لما نحط عليها المواد السائلة. هنبتدي بالزبدة عشان تدوب مع الحرارة، هنقلبها كويس لحد ما الزبدة تدوب تماما. بعد كده البيض، وهقلب برضو لحد ما يختفي. اخر حاجة بنضيفها هي اللبن، وبكده بتكون المواد السائلة جاهزة عندي. هضيف المواد السائلة على المواد الجافة، هعجنهم من 7 لـ10 دقايق لحد ما تتكون عجينة مطاطية. العجينة بتلزق جدا، مش المفروض ان احنا نضيف دقيق. هنستمر في العجن، وكل شوية اوقف العجان وهنزل بالسكريبر العجين اللي لازق في الطبق وهكمل عجن. كل ما العجينة كانت بتلزق كل ما كان الخبز هيطلع هش اكتر. المهم اعجن لحد ما اوصل للنتيجة دي، العجينة مطاطية مهما اشد فيها مش بتتقطع بايدي، لسه فيها تلزيق، وده بيكون طبيعي. عشان اطلعها بسهوله بدهن ايدي زيت واطلع العجينه من الطبق، وهستخدم السكريبر عشان اطلع كل فتفوته من العجين لازقه في الطبق. هلمها كويس، وزي ما انتم شايفين العجينه ناعمه جدا في ايدي زي الحرير بالظبط. عشان اختبرها انا باخد جزء منها وافردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كل ما فردت معايا اكتر وكانت شفافة وما بتتقطعش، ده معناه ان احنا عجناها مظبوط. هرجعها طبق العجان تخمر فيه بعد ما رشيته رشة زيت، بتقعد من 1.5 لساعتين على حسب درجة حرارة المطبخ، لحد ما يتضاعف حجمها يعني. رشة دي بقى خفيفة جدا، وهنزل بالعجينة. هنقطعها كور صغيرة، حجم الواحدة 45 جرام تقريبا، ودي عملت معايا 12 واحدة. ممكن تكبريها او تصغريها، دي ترجع لك. هاخد كل كورة هفردها وهقفلها تاني على بعض، وهتأكد ان هي اتقفلت كويس جدا من تحت، وحركها بشكل دائري تحت ايدي، وهتأكد برضو ان مفيش تحتها دقيق. بعد كده هرصها في صينية مدهونة زيت او فيها ورق زبدة، احاول اخلي المسافات متساوية ما بينهم. بغطيها بفوطة نظيفة، بلاش كلينج فيلم لانه هيلزق فيها لما ترتفع. بعد ساعة بدهنها بمعلقة اللبن والبيض اللي احنا عملناهم الاول. انا بحب السمسم، فممكن ترشي عليها سمسم، ونضغط كده بايدينا ضغطة خفيفة عشان نخليه يلزق. ممكن نسيبه من غير سمسم عادي. الخبز بيكون في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 210 درجة سلسيوس من 15 لـ20 دقيقة، او لحد ما تاخد لون ذهبي حلو. واول ما تخرج وهي سخنة بندهنها بزبدة، الافضل تكون مالحة، بتدي طعم احلى بكتير. وهسيبه دقيقتين لحد لما يتشرب الزبدة، واغطيه تاني عشان يفضل طري. ممكن لو عملته كمية كبيرة نستنى لما يبرد تماما ونقسمه في اكياس ونشيله في الفريزر ونطلعه قبل الاستخدام بـ2 أو 3 ساعات، او نحطه في الميكروويف. قد ايه طري طعم يتاكل كده حاف من غير اي حاجة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.